متى نقوم بالتمارين الرياضية في شهر رمضان المبارك؟ سؤال بات الأكثر طرحا خلال شهر الصوم، فالرياضيون المحترفون وغير المحترفين يسعون للحصول على إجابة علمية تجعلهم قادرين على الحفاظ على جسد رياضي وصحي خلال الشهر الفضيل. الإجابة عن هذا السؤال تكمن في شقين. الأول يتعلق بمن يرغب في خسارة الوزن والحفاظ على لياقته، وهذا النموذج يستطيع ممارسة الرياضة قبل الإفطار. والثاني يتمحور حول الأشخاص الذين يريدون الحفاظ على كتلتهم العضلية، وهذه العينة يجب أن تتدرب بعد الإفطار. على الصائم تجنب التمارين الشاقة بالكامل وهو صائم، والتعويض برياضة المشي والحصول على القدر الكافي من النوم لتحفيز عملية التجديد في خلايا الجسم والتخلص من السموم. التمدد والتمارين الخفيفة من دون أثقال وأوزان عالية مفيدة خلال الصوم الذي لا يتناسب مع التدريبات التي تتطلب نسقا عاليا. عندما يتخلى المرء عن الطعام طيلة اليوم يواجه نقصا في مادة البروتين التي تعتبر الحامية الرئيسية لجهاز المناعة، وبالتالي فإن القيام بتمارين شاقة خلال الصوم يجهد جهاز المناعة ويحول دون عملية التجديد، ما يؤدي إلى ظهور بعض المشاكل الصحية مثل السعال وسيلان الأنف وبحة في الصوت والتهاب الجيوب الأنفية ومشاكل في الجهاز الهضمي. التمارين البدنية الشاقة والتي تهدف إلى الحفاظ على الكتل العضلية يجب أن تمارس بعد الإفطار بنحو 3 ساعات، لأن جسم الإنسان في هذه الحالة يكون قد حصل على الحصص الغذائية المولدة للطاقة، وتحديدا المأكولات التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات. للتمارين الرياضية في رمضان فوائد صحية كثيرة إذا مورست على نحو علمي، فهي تزيد كفاءة عمل الكبد وتنشط عملية التمثيل الغذائي، كما تزيد كفاءة الجهاز العضلي وتخلص الجسم من الشحوم وتحافظ على وزن الجسم بعد الأكلات الرمضانية الدسمة والغنية بالدهون والسكريات.